مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي الأول للمواني والمناطق الحرة الذي يقام بأرض المنطقة الحرة بمصراتها وبميناء المنطقة الحرة بمصراتها خلال فترة من 18 إلى 20 نوفمبر. مؤتمر دولي يضم مجموعة كبيرة من المتحدثين والخبراء الدوليين، حوالي 25 متحدث دولي وخبير دولي جو من أغلب بلاد من البلدان من القارات، جونا من موجودين خبراء من كوستاريكا، من أفريقيا، من كينيا، من أوروبا، سواء كانوا من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا وهولندا، إضافة إلى بولندا، كذلك من الشقيقة مصر وتونس، عندنا متحدثين من الجزائر، من الهند، وكذلك من الصين. فهو مؤتمر دولي كبير يغطي مجموعة من المحاور الهامة ذات الاختصاص بالمناطق أو العلاقة بالمناطق والمواني، المناطق الحرة والمواني، كالتحول الرقمي في المواني، استغلال الطاقة النظيفة والتحول إلى الطاقة الخضراء، الاستثمار في البنية التحتية، تجارة العبور، آليات جذب المستثمرين للمناطق الحرة والمواني وطرق الربط والاتجاهات العالمية الحديثة في هذه الصناعة، صناعة المواني والنقل البحري والاستراتيجية. كذلك يصاحب هذا المؤتمر معرض دولي يضم حوالي 50 شركة، أكثر من 25 شركة منهم شركات دولية، شركات عملاقة مثل تشاينا هاربر وتشاينا باور، إضافة إلى شركات من بلجيكا، شركات من تركيا ومن مصر، من الشقيقة تونس، الكل شركات لها علاقة كذلك بصناعة المواني، بالأعمال اللوجستية، بالمناطق الحرة، كل هذا ما يجتمع تحت سقف واحد اليوم لمناقشة أهم التطورات في هذه الصناعة. نحن طبعا من العارضين في المشاركين في المنطقة الحرة مصراتة، ملتقى الابتكار للشركات والمواني في الأفريقيا، في شمال أفريقيا المنطقة الحرة بمصراتة. طبعا يتميز المصرف الإسلامي الليبي في الصرافة الإسلامية، تقديم الصرافة الخدمات الصرافة الإسلامية. المصرف الإسلامي الليبي زي ما حكينا تأسس، طبعا المصرف عنده عدة أهداف، أهداف تنموية اقتصادية، المشاركة في البناء وإعادة البناء الدولة الليبية، من ضمن ويشارك في العديد من المنتديات، منها منتدى اتحاد المصارف المغاربية في الأسبوع الفارط العقد في طرابلس، وهو يهتم بإعادة الأعمار، سواء إعادة الأعمار ناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية. مشاركة في المنطقة الحرة في مصراتة طبعا اللي هي توضيح لزبائننا الكرام وتوضيح للمجتمع الليبي أن أهداف المصرف الإسلامي الليبي وأسمها اللي هو الهدف الاجتماعي. طبعا المصرف الإسلامي الليبي بعشرات الموظفين والآن تفوق المئات، انتشر في ربوع ليبيا من فرعين أو ثلاثة، الآن نصل إلى 15 فرع في المنطقة الوسطى، في بنغازي، في طرابلس، منتشرين في غرب طرابلس أيضا، افتتح مؤخرا في الجبل الغربي فرع في غريان، في صبراتة، في الجميل، هذه الفروع الحديثة. طبعا بدينا بفرع بومليانة كان لخدمة الشركات، والآن أصبحت الخدمة تقدم لجميع الزبائن. يطمح المصرف الإسلامي الليبي في المشاركة في المشاريع اللي من ضمنها نحن في منطقة مصراتة، في المنطقة الحرة مصراتة نجهز لافتتاح فرع في المنطقة الحرة إن شاء الله، والذي يشارك في التنمية الاقتصاد الليبي، وراح يشارك في التمويلات المصرف الإسلامي الليبي بإذن الله تعالى، بدعم طبعا من الحكومة الليبية، وإن شاء الله يعني المستقبل نتمنى احنا كشباب وكموظفين في المصرف الإسلامي الليبي الكوادر اللي عندنا نستغلها في تنمية اقتصاد بلادنا، تطور، نشارك في المنتديات، ننقل صورة حسنة على الدولة الليبية والتطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة في ربوع بلادنا الحبيبة. بإذن الله القادم نقول يعني باختصار، القادم أفضل وعودة الحياة قادمة بإذن الله، بدعم المشاريع ودعم الشباب ودعم التنمية المستدامة في الدولة الليبية بإذن الله تعالى.